وضع البي اي في جنوب العراق في تدهور مستمر سنه بعد سنه. المواطنه العراقيه تطلع الى ان الحكومه تاخذ دورها الحقيقي. تقولون ان هناك في القرى جنوب العراق هناك قرى لديها اتالات ماء، لا يا اخي، انا اعطيك مصدر، انا عندي مضخه زراعيه وعندي قريه زراعيه عليها، قريه بعيدة عن المناطق عن الاتصالات الماء أكثر من 20-30 كيلو، مصدرهم لشرب الماء الرئيسي هو النهر اللي طالع من هذه المضخة ويمشي مسافة 20 كيلو، فتصور كمية التغيير الفيزيائي لهذه الكمية من الماء المحدودة، بالإضافة إلى أن هذه المضخة تخضع إلى المراشنة التي النظام المراشنة الذي تؤديها وزارة الموارد المائية.